ما هو أعظم عمل في هذه الأيام؟ الأعمال كلها عظيمة. ويعني وأذكر بالتكبير، وأنا ذكرت لكم أن أحد أبناء الصحابة قال لو أن واحد جلس على قارعة الطريق وعنده صرة مملوءة دنانير، كل واحد يمر يديله دينار دينار دينار، وحين بيكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكان الذي يكبر أعظم وجه من الذي يوزع الدنانير على الناس. والصلاة لوقتها يا حبيبي، والصيام يعني إن قويت، وأؤكد على صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصلة الرحم والتوبة العامة، وكل هذه أعمال طيبات مباركات. اضرب في كل غنيمة مساهمة.